الدنيا هذه غدارة، الدنيا هذه إذا تشبثت بها القلوب أهلكت أصحابها، أهلكت أصحابها. ولذلك الدنيا عدو إن صح التعبير لمن تأمل أحوال أهل الدنيا فيها. النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن بإسناد حسن أنه قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. وليس المقصود ذات الدنيا، وإنما ما يؤول أمر من أحب الدنيا وتعلق بها. وإلا الدنيا فيها مساجد الله وبيوت الله وفيها الطاعة والعبادة،